ممدوح الشاوي مقاتل فرقه 33 من الشام الميكانيكي المنطقه الغربيه العسكريه. تدخل الارتكاز الامني بميناء السلوم البري. جاهز لتنفيذ اي مهمه يا فندم بروح معنويه عاليه. كنا 20 و10 فن 20 يوم شغل و10 ايام اجازه فن. انتوا من الافراد ولا احنا الافراد يا فندم؟ طب والاكل اخبارنا كويس يا فندم؟ بناكل في الميز تحت في اسم سلومة فندم مكان العياش. معاك كام دول؟ معايا 4 معاونين يا فندم ورقيب اول صاج يا فندم. معاون اول معاون امن علي اسماعيل حسن مؤمن يا فندم من قوات الارتكاز الامن المشترك جاهز لتنفيذ اي مهمه بروح معنويه عاليه يا فندم. معاون محمد سعيد بدر يا فندم وكنت في ارتكاز الامن المشترك وجاهز لاي تنفيذ عمليه مشتركه يا فندم بروح معنويه مرتفعه يا فندم. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، كان هذا تقريرا حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة مطروح ولقائه بأهالي المحافظة وزيارته أيضا إلى مركز الارتكاز الأمني لرجال القوات المسلحة والشرطة أمام منفذ السلوم. هذه الزيارة التي تحمل دلالات كثيرة جدا من حيث الرسائل التي أراد الرئيس أن يرسلها إلى الداخل خاصة وإلى الخارج أيضا، وعدد من التصريحات التي تناول من خلالها تعامل الدولة مع التحديات الراهنة على المستوى الداخلي والخارجي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحكومة منذ 8 أعوام تعمل على امتداد الدولة المصرية ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية من أسوان وحتى السلوم في إطار رؤية الدولة 2030. وأكد الرئيس السيسي أيضا أن الدولة تعمل على تقليل تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين وذلك بعمل العديد من البرامج على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن أي أزمة تمر على مصر سيتم تجاوزها بالعمل والإرادة والتخطيط. كذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني على هامش زيارته اليوم إلى مدينة السلوم. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية. برحب بك يا دكتور حمدي. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني في اعتقادك أهم دلالات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت تحديدا لمحافظة مطروح واهتمام القيادة السياسية بتنمية الساحل الشمالي الغربي وهذه المنطقة التي تمثل بوابة مصر الغربية؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في اعتقادي الشخصي ومن قراءتي الأكاديمية والتطبيقية أن هذه الزيارة تحمل مجموعة من الرسائل للداخل والخارج. اسمح لي الرسائل للخارج، أني أعتقد أن هي بتحمل أن احنا بنحمي شواطئنا والبحر الأحمر والبحر المتوسط، خاصة أن الهجرة غير الشرعية تم إحكامها في مصر من 8 سنين ووصلنا لنسبة 0%. الناس اللي بتوصل لليبيا سواء مصريين أو غيرهم هم بيروحوا عن طريق البر الصحراء وبعدين بيطلعوا من ليبيا على الدول الثانية. فدي أعتقد رسالة للسادة الأوروبيين إن إحنا مسيطرين على حدودنا وعلى الأمن القومي المصري. دي رسائل الداخل الخارج من وجهة نظري. رسائل الداخل أعتقد إن هي بتحمل بعض الدلالات أن يحجزوا السادة المحافظين 27 محافظ، أن يقوموا بجولات داخلية في القرى وفي النجوع والكفور، وأن يحذوا حذو الحكومة في هذا الصدد. بمعنى أن إذا شفنا أن القيادات بيصلوا إلى أماكن بعيدة وأماكن إذا جاز التعبير نائية، فأعتقد أن الدلالات الأكبر عن السادة المحافظين بالقرى التابعين لها والكفور والنجوع أن يقوموا تلك الزيارات الميدانية الوقوف على احتياجات الناس. ده من جانب. الجانب الثاني، جاءت تصريحات القيادة السياسية عن مسألة ارتفاع الأسعار والإقرار أن هناك فعلا ارتفاع الأسعار، وأنا أعتقد أن دي بتحمل دلالة إلى يعني إحنا عندنا 33 جهاز رقابي في مصر، منها طبعا جهاز حماية المستهلك، أجهزة التفتيش في المحافظات اللي تابعة للإدارة المحلية وتابعة لوزارة التنمية المحلية، عندنا مباحث التموين الى اخره. فاعتقد ان 33 جهاز رقابي اجمالا ما يحصل فيهم تنسيق قوي، وان يتم الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه زياده الاسعار او عمليه جشع من بعض التجار، مش كلهم ولكن من بعض التجار. فاعتقد دي بتحمل مجموعه من الرسائل، لان اي مشكله اداريه او ماليه سواء في مصر في الدول العربيه حتى لو في الولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا ما بتنحلش إلا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ثم تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني مع الأهالي. مفيش مشكلة إذا غاب طرف من الأطراف دي، أعتقد إن إحنا كده بنضحك على نفسينا. وأعتقد إن يعني كانت الرسائل واضحة إن يحصل في تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. يعني جاءت رسائل مهمة في هذا اليوم. يعني الرئيس أيضا قال إن ما تعيشه البلاد من ظروف حاليا يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية. يعني أهمية التكاتف في هذه المرحلة من خلال ما ذكر الرئيس من ضرورة مواجهة هذا التحدي باعتقادك؟ في اعتقادي الشخصي ومن قراءتي الواقعية ان يبدا التكاتف اولا، بنقول للساده رجال الاعمال انتوا خدتوا من البلد كتير في سواء على مدار 40 سنه او 50 سنه في تسهيلات من الحكومه، في رفع ضرائب، في الحصول على اراضي لمساله انشاء مصانع، ناس بتحقق تريليونات مليارات. فجي والواجب عليكم ان تساهموا في المساهمه الاجتماعيه في سد احتياجات بعض المواطنين في المناطق العشوائيه والمناطق النائيه وبعض اهالينا في القرى، وكمان المساهمه في انخفاض الاسعار في عرض السلع بصوره منخفضه، لان حصلتوا على مليارات كتير على مدار السنين اللي فاتوا بصوره شرعيه، وحصلتوا عليها من خلال في اطار رفع بعض الضرائب وتخفيض الضرائب العامه، وفي وكمان الحصول على امتيازات كبيره جدا رسميه، وده بيحصل في كل بلدان العالم. فجه الوقت ان يحصل فيه تكاتف سواء في تنزيل الاسعار بنسبه 25% او 30% بما لا يؤثر على ربحيه تلك الشركات، المساهمه الاجتماعيه في يعني التعاون مع الجامعات الاهليه ومدها ببعض الكراتين والحاجات الغذائيه الى اخره. فدي الرساله الاولى. الرساله الثانيه اعتقد ان هي من واجب بعض المواطنين لما نشوف حد بيرفع السلع، عندنا جهاز حمايه المستهلك، عندنا ادوات التفتيش الموجوده في المحافظات، عندنا منع ان انت ما تشتريش السلعه دي، عندنا حاجه كمان وبوصي بيها الادوات المحليه المحافظين، بقول لل 27 محافظه ولا استثني منهم حاجه، بنقول يا جماعه الحكومه مش هتسقف بيد لوحدها،
الحكومه عليها عبء كبير، يا ريت نشتغل بما يرضي الله زي ما مع الحكومه، بمعنى ننزل حملات تفتيش، نشوف احتياجات المواطنين في المحافظات، ننزل جولات ميدانيه، نحول بعض المتجوزين في هذا الاطار على التحيات، من امن العقوبه اساء الادب. واعتقد ان الفتره القادمه، وده اعتقادي الشخصي ولكن ليست هناك وسائل مؤكده، ان في حركه محافظين قادمه. فاي حد من الساده المحافظين لو ما اشتغلش مع الحكومه، هم طبعا كلهم شغالين من الحكومه، بس احنا عايزين شغل تنفيذي، عايزين يبقى في تنسيق قوي، عايزين سد احتياجات المواطن. ما فيش حكومه في العالم شغاله لوحدها، حكومه مع اداره محليه ممثله بالمحافظات ووسائل مراكز، بقول الكلام ده وسائل مراكز ووسائل مدن ووسائل وحدات المحليه القرويه واجهزه التفتيش التابعه للمحافظات، يا ريت نشتغل على مستوى عالي عشان نبقى احنا والحكومه في اتجاه واحد، لاني لو ما يحصل في حركه محافظين فاعتقد اللي شغال شغال يقعد في مكانه، واللي مش شغال اعتقد حمدي عرفه انا كوسيله اداره محليه بقول له اقعد في بيتك، لاني اعتقد ان التكاتف والتنسيق الكامل بين الحكومه منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ممثل في رجال الاعمال بدعمهم للدوله ودور المواطن في توعيه، كل ده يؤدي الى حل المشاكل الماليه والاداريه رفع الاسعار. جهه واحده بس هتشتغل، الحكومه لوحدها مش هتحل المشكله، القطاع الخاص لوحده مش هيحل المشكله، وده ما هياش بدع، ده شغل اداره حديثه وتخطيط استراتيجي على مستوى عالي وقامت به دول الاتحاد الاوروبي والسوفييت وكمان الاوروبيين في هذا الصدد. سبقونا كتير جدا ان اربع جهات ان هم ينسقوا مع بعض. صحيح. طب يعني كيف ترى يعني دكتور حمدي تنوع المشروعات التي قامت بها الدولة في هذه المنطقة الغربية، الساحل الشمالي الغربي تحديدا، سواء مشروعات استثمارية سياحية صحية، مشروعات طاقة، تعليم، تطوير المستشفيات، محاور وطرق مختلفة، مجتمعات عمرانية جديدة، يعني الحقيقة كلها مشروعات متنوعة، كيف يمكن أن تضيف إلى مستوى معيشة المواطنين، توفر لهم فرص عمل، تكون جاذبة للاستثمارات أيضا؟ هو طبعا لو ابتديت بالنقطة المهمة ساعتك قلتها من ضمن الكلام المهم إجمالا، اللي هي مسألة المجتمعات العمرانية الجديدة. احنا كان عندنا أيام الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عليه رحمة الله كان عندنا 24 مدينة جديدة، دلوقتي وصلنا ل 52 مدينة جديدة، منهم العاصمة الإدارية والصلاحية الجديدة، ومنهم المنصورة الجديدة، وعندنا أسيوط الجديدة، وعندنا المنيا الجديدة. ويتساءل بعض المواطنين إيه فايدتها؟ فايدتها إن إحنا متكدسين في منطقة معينة، والمنطقة دي بتأثر نفسيا وتؤدي إلى الضغط على المرافق المياه والكهرباء وظهور عشوائيات جديدة. كمان بتفتح مجال للاستثمار العمراني ومسألة وجود الزراعات في تلك المناطق والتشغيل في صفة عامة. بس بأكد على نقطة مهمة جدا، الحكومة شغالة في الملف ده كويس جدا، بس يأتي دور مجلس النواب في سرعة التشريعات الآتية عشان يحمي إنجازات الحكومة بفضل الله. زي إيه؟ بوصي مجلس النواب، بنقول يا مجلس النواب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 بقالنا 44 سنة لم يتم تعديله، لماذا لم يخرج للنور؟ لأن القانون ده هيحمي إنجازات الحكومة اجمالا وهنوصل للتنميه الشامله بفضل الله سبحانه وتعالى. القانون ده لسه ما تمش. قانون المجالس الشعبيه المحليه اللي هي بتراقب على انجازات الحكومه ومن المتجاوزين سواء في الجهاز الاداري للدوله او حتى من بعض المواطنين. نعم. كمان بنقول قانون المخالفات على البناء، يعني تم الانتهاء منه والحكومه وافقت عليه، ليه ما صدرش لغايه دلوقتي؟ كل الامور دي كلها هتزود ايرادات المحافظات، هتحمي انجازات الحكومه وهتوصل للتنميه الشامله، لان حكومه بتبني بس ما فيش تشريعات قويه او فعاله من قبل مجلس النواب. مش معنى كده ان مجلس النواب ما بيشرعش، لا، مجلس النواب بيشرع وعمل قوانين كثيره، ولكن انا بتحدث هنا عن التشريعات في الاداره المحليه. من اهم القانون هو قانون الاداره المحليه 44 سنه لم يتم تعديله، يبقى انا هحمي انجازات الحكومه ازاي؟ فبنقول لمجلس النواب انتوا بتعملوا جلسات استثنائيه، فالدكتور حمدي عرفه بيقول حماية ل 58 مليون مواطن مصري من اهالينا في القرى والعزب والكفور والنجوع، الناس الغلابة، الناس اللي ليها احتياجات يومية، الناس اللي عانت على مدار 50 سنة بسبب
فساد المحليات خلال ال 40 سنه او العقود الماضيه. نعم. يا ريت نحمل انجازات الحكومه من خلال سرعه اصدار تشريع قانون الاداره المحليه، لان نعم. انجاز من الحكومه بدون تشريع يحميه، انا كده ما وصلتش الا ل 50% من فعاليه التنميه الشبكيه. نعم صحيح. أشكرك دكتور حمزة عرفة أستاذ الإدارة المحلية، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. إذا ما نظرنا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطروح من المنظور الاقتصادي، يعني كيف يمكن العمل على جذب استثمارات في هذه المنطقة الواعدة والخصبة بكل ما بها من إمكانات وموارد لم تكن مستغلة قبل عام 2014؟ يعني القيادة السياسية الآن يعني عملت على استغلال إمكانيات مطروح لصالح أبنائها، كيف يمكن جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة الواعدة؟ بكل تأكيد الدولة عاكفة على زيادة مساهمة هذا الإقليم من مصر، بحيث أنه يعزز من القيمة المضافة للأقاليم كلها. يعني لما نتكلم على حجم التنمية أو معدل النمو لا يتجاوز 4% في الوقت الحالي، مع التطوير والمشروعات اللي موجوده بنتكلم في حدود 7% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لمصر، وبالتالي احنا عندنا زياده تقريبا الضعف خلال الفتره اللي فاتت نتيجه للحجم الكبير من المشروعات اللي موجوده. ده هيدي فرصه اكثر لاستخدام رؤوس الاموال والاستثمارات المحليه والاجنبيه في ان هي تدخل في شراكات مع الدوله المصريه بشكل كبير. هتدي فرصه اكثر لانشاء المزيد من التجمعات السكنية والمزيد من المدن الجديدة، يدي فرصة أكثر للتوسع في إعمار هذا الكم الكبير من المساحات اللي هتضاف بشكل كبير إلى الرقعة العمرانية لمصر ككل. كل هذا طبعا له انعكاسات اقتصادية على المؤشرات الكلية بشكل كبير. عندنا في البداية بيكون عندنا معدل توظف بيكون عالي، كل طوبه بتتبني في الاماكن دي او في اي اقليم في مصر بيكون ليها مردود على مستوى الاجور اللي موجود للناس اللي بتشتغل، بيدي فرصه اكتر للتشغيل، بيزود عدد المنتفعين والمشروعات وفرص العمل اللي موجوده في هذه الاماكن، بالاضافه طبعا الى انه بيدي فرصه اكتر لتنويع وتعزيز القطاع السياحي بالتحديد لو اتكلمنا عن مطروح وعن الساحل الشمالي الغربي بالتحديد. نعم، ما يتعلق أيضا بإنعكاس هذه المشروعات على أبناء محافظة مطروح، المردود الاقتصادي والتنموي لهم كيف ترى أبعاده على المدى القريب؟ بكل تأكيد يعني مجرد ما أي مشروع في هذه المنطقة بيتم التخطيط ليه بيكون في مردود على مستوى التشغيل على طول. يعني احنا بنشوف يعني 100% من الناس العاملين في هذه المشروعات بيكونوا من اهالي المنطقه او المكان اللي موجود فيه المشروع، وبالتالي بيعزز من فرصه الاستدامه في هذا المكان. يعني بالاضافه طبعا انه هيدي فرصه للاستمراريه. احنا بنتكلم على الساحل الشمالي الغربي في الغالب بيكون حاله الرواد بتكون في الفتره من شهر 6 او شهر 5 بالتحديد حتى شهر اكتوبر، وبالتالي احنا بنتكلم على نص السنه بالظبط شغالين بشكل كثيف. الفكره من المشروعات اللي موجوده في الوقت الحالي واللي افتتحها السيد الرئيس واشرف على جزء من كاتشينا هو ان احنا يكون عندنا حاله من الرواج الدائم طول السنه، بحيث انه تستقبل سياح اوروبيين موجودين في فترات الشتاء القارس في اوروبا، خصوصا مع التغيرات اللي احنا بنشهدها في العالم، يكون في فرصه اكبر لاستخدام السياحه، تدي فرصه اكثر لمعدلات التشغيل اللي موجوده في المنطقه. بالتاكيد المنتفع الاول هو من قاطني هذه الرقعه الغاليه على مصر، ويدي فرصه اكثر لانه يكون في عدم نزوح ل المدن القديمة زي اسكندرية وزي المناطق القديمة اللي موجودة بالفعل. يعني كل منطقة موجودة في الساحل الغربي هتلاقي انه على امتدادها في مشروعات قائمة بالفعل وفي مشروعات جاري تنفيذها.
يعني ما يتعلق أيضا بالاهتمام بالتخطيط العمراني وتطويره في هذه المنطقة الغربية والأهمية الاقتصادية التي تعود على مصر من وراء ذلك. الأهمية الاقتصادية بتكمن في أنه نخرج بالتكدس السكاني من الوادي الطيب والساحل القديم اللي بيتمثل في بورسعيد ودمياط واسكندرية والمناطق اللي هي القديمة، إلى أن احنا نمتد على كافة الأقاليم، سواء كنا بنتكلم في 14 مدينة تم إنشاءها أو حتى المدن الساحلية الجديدة والمشروعات اللي فيها. فإذا الهدف الاقتصادي الأسمى هو أن احنا نتوسع أفقيا، وده هيعزز من فرص نمو الاقتصاد. يعني احنا بنتكلم على معدلات نمو بنستهدفها أو الدولة بتستهدفها في الساحل الغربي، الساحل الشمالي الغربي، بنتكلم على معدلات تتجاوز ال 12.5% سنويا. فإذا هي معدلات مرتفعة جدا للنمو، هتعزز من فرص التغير الديموغرافي للسكان في هذه المنطقة، هتدي فرصة أكثر لإنشاء تجمعات دائمة للسكان، مش هنقول تجمعات، هنقول مدن جديدة في ضوء التطور العمراني الملحوظ في هذه المنطقة الغير مسبوق الحقيقة. يعني سواء كنا بنتكلم على مستوى العمران حتى إسكان يعني، أو بنتكلم على البنية التحتية والطرق والمرافق العامة. أشكرك دكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تقليل تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، وذلك بعمل العديد من البرامج على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن أي أزمة تمر على مصر سيتم تجاوزها بالعمل والإرادة والتخطيط. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني على هامش زيارته اليوم إلى مدينة السلوم. أرجع تاني لموضوع الأزمة الاقتصادية، لأنه هو ده موضوع الناس متأثرة بيه كتير، وأنا عارف والأسعار مرتفعة وأنا عارف. طب إحنا ساكتين على كده؟ إحنا بنحاول بكل ما أوتينا من قدرة إن إحنا نقلل من تأثير الأزمة دي ببرامج بنعملها على مستوى الدولة، خاصة المواطنين اللي هم يعني اللي هي ظروفهم صعبة. يعني أرجع تاني وأقول مفيش أزمة بتمر على مصر إلا إن إحنا بنبقى متأكدين بالإرادة والعمل والتخطيط، وقبل ده كله بالله سبحانه وتعالى، لان احنا بنعمل خير. احنا كمسؤولين لا نبغي والله الا الخير لكل الناس والبلدنا، وبالتالي ما فيش عندنا هدف تاني غير كده. فاطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى على ان رغم الظروف الصعبه ديت، لكن زي ما مرت على مصر ظروف صعبه خلال العشر سنين اللي فاتت، لا مش العشر سنين اللي فاتت، السنين اللي فاتت كلها، يمكن الاجيال الشابه ما تشوفش ده، لكن الناس الكبار شافت ان مصر قابلتها تحديات كتير، وبالله سبحانه وتعالى وبالجهد وبالاراده كنا بنعبر التحدي ده. وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل منذ 8 أعوام على امتداد الدولة المصرية، ولا توجد منطقة لم تصل إليها أي تطوير والتنمية من أسوان وحتى السلوم في إطار رؤية الدولة 2030. وأشار الرئيس السيسي أن الأزمتين التي تعرضت لهما مصر، سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية والآثار المترتبة عليهما، لم يكن للدولة سبب فيهما. أنت تطمنوا على يعني الحال في مصر. عايز اقول لكم على حاجه، احنا بقالنا حوالي 8 سنين بنشتغل على امتداد الدوله المصريه، ومفيش مكان في مصر لم تصل اليه ايد التطوير والتنميه على امتداد، من اول اسوان لغايه اسكندريه لغايه حدودنا مع لغايه السلوم. مفيش مكان في مصر اللي مفيش شغل بيتعمل لصالح اهلنا، مواطني مصر يعني بالكامل. طيب واحنا شغالين في ده، كان في خطه شغالين بيها وفي رؤيه للدوله تجاه شكل الدوله المصريه ومكانتها واقتصادها خلال العشر لغايه 2030. لكن خلي بالكم احنا تعرضنا لازمتين دول احنا ما كناش سبب فيهم خالص.
يعني الأزمة كورونا اللي كان ليها تأثير كبير جدا على العالم احنا مش السبب فيها، وحتى الحرب الروسية وأثرها احنا برضو كمصر يعني ما خدناش قرار ورطنا فيه الدولة المصرية، وبالتالي انعكاس ده هو يعني القرار الصعب او القرار الخطير او اي اجراء في عدم رشد من الدولة هو تسبب فيما نحن فيه. وأكد الرئيس السيسي أن حجم الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بعد التكلفة الزائدة في الأسعار عالميا أصبحت عبئا على الدولة، مشيرا إلى أن استيراد الوقود يتم بالدولار في حين تبيعه الدولة للمحطات بالجنيه. هو ما كان في أزمة كهرباء، مش القطاع اللي كان اللي فات الفترة اللي فاتت ديت، لا كان في أزمة كهرباء حقيقية وعديناها بفضل الله سبحانه وتعالى، وجات الفترة اللي فاتت دي بفترة ذروة الحرارة في الشهرين اللي فاتوا دول، اضطرينا ان احنا نخفف. ليه؟ وانا يمكن بقولها دلوقتي عشان بس تبقى واصلة للناس، لان حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفة الزيادة في اسعار الوقود بقت عبء علينا، بقت عبء علينا. هو احنا الكهرباء ووقود السيارات احنا بناخد وبنبيعه بالدولار ولا بنبيعه بالجنيه؟ احنا بنبيعه بالجنيه، لكن احنا بنشتري الوقود ده لمحطات الكهرباء وللعربيات اللي ماشيه في كل مصر احنا بنشتريه بالدولار، وبالتالي لما يكون عندنا عبء احنا كلنا نساع بعضنا. احنا ما بنخبيش عليكم حاجة، ما بنخبيش. انا مش بكلمكم انتوا بس، انا بكلمكم وبكلم المصريين من خلالكم، بكلم المصريين كلهم من خلالكم، الناس كلها تسمعني. فكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة، لا بفهم الناس ان التحدي ده يمكن التغلب عليه، بس هيبقى محتاج عمل ومحتاج صبر. وينضم الينا هاتفيا الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني، برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه باهالي مطروح يعني ارسل رسائل كثيره للداخل المصري تتعلق بمواجهه التحديات الراهنه، يعني ما يتعلق بتصريح الرئيس بانه لا توجد منطقه لم تصل اليها ايدي التطوير والتنميه من اسوان حتى السلوم في اطار رؤيه الدوله 2030، كيف ترى هذا التصريح مترجما على أرض الواقع من خلال العديد من المشروعات في كافة ربوع مصر ورؤية مصر أيضا 2030 وأهميتها في التخطيط العمراني؟ هو سيادة الرئيس اختصر الاستراتيجية العمرانية في كلمة واحدة بس، إن مفيش مكان في مصر ما دخلش في التنمية والاستراتيجية العمرانية لم تلمسه. ده ملخص اللي حصل من 2014 حتى الآن، إن كل المناطق تم تنميتها تنمية متوازنة، وهي التنمية المتوازنة في جميع محافظات مصر. يعني النهاردة سيادة الرئيس كان في السلوم وكان في مرسى مطروح، هذه المناطق كانت منسية من على التاريخ في العمران قبل 2014. النهاردة الدولة بتقيم استراتيجية عمرانية من العلمين الجديدة لأسوان الجديدة، جميع ربوع مصر، ولا تركيز على العاصمة والإسكندرية كما كان يتم قبل 2014. ده ملخص إن المواطن المصري وجودة حياة المواطن المصري هو الشغل الشاغل للقادة السياسية النهاردة. نعم، يعني بالتأكيد اهتمام الرئيس منذ تولي السلطة ب ملف العشوائيات يعني وبناء مدن عمرانية جديدة سواء في الظهير الصحراوي ومدن أيضا الجيل الرابع الذكية لمواكبة التكنولوجيا العالمية في بناء المدن، كيف ترى تحقق منذ 2014 وحتى الآن؟ 2014 حتى الآن كانت البداية هو وضع أساس للبنية الأساسية، حيث أن مصر
كانت تفتقد كثيرا للبنية الأساسية، ومفيش تنمية عمرانية ومفيش استراتيجية عمرانية ولا تقدم ولا صناعة ولا أي قاعدة اقتصادية من غير بنية أساسية، من غير طرق ما كانش ممكن يحصل فيه تنمية عمرانية. فهو الاهتمام الأساسي كان بالبنية الأساسية وشبكات الصرف وشبكات القرى، كل ده كان بيترجم في النهاية إلى تنمية عمرانية واستراتيجية عمرانية وضعت أساس ليها وأدت إلى قيمة مضافة للاقتصاد القومي في النهاية، وأيضا الاهتمام برفع جودة حياة المواطن المصري. ده كان الشغل الشاغل للقيادة السياسية، لأن الاهتمام كان أكثر بالبشر وليس الاهتمام بالحقل. نعم، مردود ذلك الاقتصادي بوجهة نظرك من حيث جذب استثمارات إلى هذه المناطق، زيادة فرص عمل، التوزيع السكاني بعيدا عن الوادي الضيق في النيل والدلتا، كل ده كان هو الشغل الشاغل والركن الأساسي في التنمية العمرانية وفي الاستراتيجية العمرانية. خلق فرص عمل، انهيار هرم البطالة. النهاردة البطالة بتنهار لأن في فرص عمل في أماكن كثيرة جدا، منها منطقة العالمين والجزء الغربي. هذه المنطقة كانت لا تستغل إلا شهرين في السنة، النهاردة هذه المناطق بتعمل 12 شهر في السنة، وبالتالي حجزت مكانها على الخريطة السياحية، سواء الخريطة السياحية الداخلية أو الخريطة السياحية الخارجية. جميع هذه المشروعات تمثل ما يسمى في الاقتصاد مشروعات كثيفة العمالة، وهي تحتاج إلى عمالة مصرية، ومن ثم فهي بتؤدي إلى ما نسميه قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وبالتالي هو رفع لحياة وجودة حياة المواطن المصري. نعم، ما يتعلق أيضا بالناحية الأمنية من حيث خلق مجتمعات عمرانية جديدة في غرب مصر، في الساحل الشمالي الغربي، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية، استحداث جامعات وغيرها من الأنشطة التي تساعد على توطين الأهالي في هذه المنطقة. كيف ترى ذا بعد أمني هام واستراتيجي في هذه المنطقة التي تمثل بوابة مصر الغربية؟ القيادة السياسية تولت القيادة في 2014 كنا نفتقد تماما للأمن، والهاجس الأمني كان يمثل كارثة لرجل الشارع المصري، وده كان أهم نقطة ركزت عليها القيادة السياسية، هو عودة حياة الأمن للمواطن المصري. وبالتالي عندما يكون هناك أمن يبقى هناك تنمية، هناك استثمار. مش ممكن المستثمر الأجنبي هيجيلي وأنا ما عنديش أمن. مش ممكن. صحيح. مش ممكن المستثمر الأجنبي هيجيلي غير لما يبقى المستثمر المحلي هو جاذب له. هو بيجي لما بيلاقي المستثمر المحلي في تطوير وفي استثمارات، وبالتالي المستثمر المحلي هو نفسه هو عنصر جذب للمستثمر الأجنبي، وفي النهاية هو قيمة مضافة للاقتصاد القومي. نعم، أشكرك دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، وينضم إلينا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور محمد. يا أهلا وسهلا بك دكتور الأستاذ الفهدي. أهم الرسائل الاقتصادية التي حرص الرئيس على إرسالها إلى الداخل المصري من خلال لقائه وحواره المفتوح مع أهالي مطروح والسلوم حول التحديات الاقتصادية الراهنة ورؤية الدولة لمواجهتها من خلال متابعتك لهذا الحدث؟ في البدايه برحب بحضرتك وكل الساده المشاهدين. طبعا كان في الاتحاد السياسي الرئيس واللي كانت في رسائل، طبعا رسائل مهمه جدا للشعب المصري، هي زي ما تعودنا من سياده الرئيس ان في دائما مصارحه بالشان الاقتصادي والوضع اللي احنا بنمر بيه في الوقت الحالي كتحديات اللي بطبيعه الحال هي في ازمات مر بها العالم وكان القت بظلالها على الاقتصاد المصري. بطبيعه الحال النهارده في تضخم عالمي بنشهده النهارده وبقى فيه صحيح بنعاني منه، لكن الى الان تتدخل الدوله لعدم تمرير هذا التضخم بشكل مباشر على المواطن. في جهود بتبذلها الدوله لمجابهه هذا التضخم ولمكافحه التحديات العالميه والاقتصاديه اللي زاما على الشعب. احنا زي ما بنقول دايما الشعب بيلتف حول قيادته في الازمات، فهي المطلوب في الوقت الحالي
ان احنا يبقى عندنا ايمان بمقدراتنا ووضعنا الاقتصادي. الحمد لله احنا يعني وضعنا الاقتصادي الحمد لله ما زلنا حتى في ظل الازمات بنحقق معدلات نمو اقتصاديه. الحمد لله الاقتصاد المصري حتى في ظل الازمات الحاليه اللي بيمر بها العالم بنشهد استفتاحات. خلينا نقول ان احنا خلال التسع سنين الماضيه الجهود اللي تم بذلها والمبالغ اللي تم انفاقها في شكل مشروعات قوميه يمكن هي اللي مكنت الاقتصاد المصري الى الان ان هو قادر يحقق معدلات نمو ايجابيه. الازمه العالميه يمكن سواء كورونا او اللي ما تلاها بالازمه الروسيه الاوكرانيه ولحاله الركود العالمي اصابت العالم كله. وشفنا النهارده دول كبرى بتعاني ويمكن في حاله من الانكماش. مصر ما زالت يمكن هي ربنا خلقها او اداها ميزه ان عندها العديد من القطاعات الاقتصاديه ففي هذه القطاعات كلها شغاله. ويمكن الدوله اشتغلت على هذا الملف منذ تسع سنين ان كل هذه القطاعات تم العمل عليها لتطويرها. ونقول النهارده التطوير شمل كل قطاعات الدوله وشمل كل منطقه في الدوله. مصر اللي تضاعف الحيز العمراني فيها في خلال المده القصيره الماضيه في خلال السبع سنين او الثمان سنين دوت يمكن هو من ضمن الاساسيات اللي اهلت النهارده ان مصر بنقول بقت في ظل تراجع وفي ظل ما وصف من قبل مؤسسات التصنيف ان في ظلام دامس على مستوى المنطقه بالكامل وصفت ان هي النقطه المضيئه. فدوت نتيجه ان الدوله اشتغلت على مشروعات قوميه اشتغلت على كافه القطاعات الاقتصاديه بالتزامن مع بعضها البعض. النهارده عشان كده بنشوف المحصله ان في بعض في ايجابيه حتى ان كان في تراجع عند في معدل النمو. لكن هي النقطه المضيئه او النقطه المهمه ان احنا ما زلنا في ظل هذه التحديات الاقتصاد المصري قادر ان هو يتحدى وقادر ان هو يصمد في ظل ازمه طاحنه. فالزاما على الجميع النهارده الوقوف بجانب الدوله، الوقوف بجانب اقتصادنا والايمان بما لدينا من مقدرات. يعني بنقول تعطي الاقتصاد المصري القدره على تخطي هذه الصعاب وباذن الله تزول مع زوال الازمه العالميه ان شاء الله. نعم، أشكرك دكتور محمد البهواش الخبير الاقتصادي. ومشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه التغطية المباشرة، وبالتأكيد متابعتنا متواصلة على مدار اليوم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.